بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح، أي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، بين للناس أحكاما شرعية، منها ما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني هل يجوز بيع شحوم الميتة لأجل هذه الأغراض؟ قال: لا، هو حرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا، فقال: قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. هذا حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة، فيه تحريم هذه الأشياء، وهذا في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر هو المسكر، سمي خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه، ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي رأسها، تخمير التغطية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأواني، يعني تغطيتها إذا كان فيها شراب. فالتخمير في اللغة هو التغطية، والخمر هو المسكر، سمي بذلك لأنه يغطي على العقل، فإذا سكر الإنسان أصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل، فأصبح أخس من البهيمة. يتحول الإنسان بشرب المسكر إلى منزلة أخس من البهيمة، فهو مادة خبيثة. وكل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ف
فالمدار على الإسكار، أي مادة تسكر من الشراب أو من المأكول أو المشموم أو غير ذلك فإنه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم. فمن استحله كفر، من قال إن الخمر حلال فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع، أضرارها خطيرة جدا، لذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد. فالشارب يحد بمعنى أنه يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه، فهو يجلد حتى يرتجع. وشارب الخمر إذا لم يستحلها كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك، هؤلاء فساق ينقص إيمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ليس معناه نفي الإيمان الكامل وأنه كافر، لا، معناه نفي الإيمان نفي كمال الإيمان، ليس نفي الإيمان الكامل، وإنما هو نفي كمال الإيمان. فهو من أحاديث الوعيد، لا يدل على كفر شارب الخمر، وإنما يدل على أنه ناقص الإيمان وأنه فاسق. وأشد من الخمر المخدرات والعياذ بالله، التي ظهرت، هي من قديم موجودة لكن الآن صارت تروج بشكل أكثر من الأول، صار له شركات وله دعاة وله أناس يروجونها، خصوصا في مجتمع المسلمين بأولاد المسلمين من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين، على قوة المسلمين. فهي غزو خطير يغزو المسلمين في ديارهم، يجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها إلى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين، لأنها مرض خطير. والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ من آدميته ويصير كالحيوان، بل أخس من الحيوان، ويصبح عالة على أهله، ونهايته إلى الموت. الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون أنهم يصابون بأمراض خطيرة ليس لها علاج إذا استعصت، ومآل صاحبها أنه يموت، وكونه يموت أحسن له من أنه يبقى في حالة يرثى لها ويكون عالة على أهله وعالة على المجتمع. فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات، تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها، لأنها مرض فتاك. وكذلك كل ما يضعف البدن ويسبب الأمراض كالدخان والقات، هذه ملحقات بالمخدرات، لأنها لها تأثير على الجسم، على الصحة، وفيها أمراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الأطباء. وكل هذه المواد يجب منعها، ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأنها سحت حرام. هذه هي الخمر. والميتة المراد بها كل ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية، ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية فهو ميت، سواء مات حتف أنفه أو مات بذكاة غير شرعية، بأن ذبحه وثني أو مرتد. فذبائح المشركين وذبائح المرتدين والملاحدة لا تحل لعدم أهلية الذابح،
وإن ذبحها في مكان الذبح وزكاها في مكان التذكية وقطع ما يطلب قطعه، فإذا كان الذابح فاقدا للأهلية ذبيحته ميتة لا تحل، إنما يحل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بذلك الذبائح بإجماع العلماء، لأن الطعام غير الذبائح حلال من كل أحد، مثل الحبوب والثمار هذه حلال من كل أحد، لكن المراد بالطعام هنا ذبائح، ما ذبحه كتابي أو مسلم على الطريقة الشرعية فإنه حلال، أما إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام أيضا، ولو ذبحه مسلم أو ذبحه كتابي، إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام أيضا، أو مات حتف أنفه بدون زكاة فهو حرام، وذلك لأن الميتة نجسة وفيها أمراض، إذا أكلها الإنسان فإنها تسبب له الأمراض، وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن، فلذلك حرمها الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان، أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. السمك وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع أنواعه، حل لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج إلى زكاة. والجراد وهو المعروف الذي يأتي في أوقات وهو حلال ولا يحتاج إلى زكاة، يجوز أكله، هذا مستثنى من الميتة: حل لنا ميتتان، السمك والجراد. ودمان وهما الكبد والطحال، الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد والطحال والميتة، الخمر والميتة ولحم الخنزير، الخنزير وهو حيوان قذر، حيوان قذر ولا يتغذى إلا بالنجاسات والعذرة، فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه أمراض، لذلك حرمه الله عز وجل. قد شخص الأطباء فيه أمراضا مثل ما سموه الدودة الشريطية، الدودة الشريطية يقولون لا تموت بالطبخ ولا بأشد الحرارة، ما تموت، تبقى، فإذا أكل الإنسان أصابت جسمه. الله جل وعلا حرم لحم الخنزير. والأصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل، وهي على صورة حيوان كصور الآدميين أو صور الحيوانات أو صور الطيور، تماثيل أو الرسم، صور المرسومة أو الملتقطة بالآلة، كلها حرام، لأنها وسيلة من إما أنها تعبد من دون الله وإما أنها وسيلة من وسائل الشرك. فما حدث الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصور، وما حدث الشرك في بني إسرائيل إلا بسبب العجل الذي صوره لهم السامري، صوره لهم السامري تمثال من الذهب عبدوه من دون الله عز وجل. قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالصور سبب للشرك، لأنها إذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء أو رؤساء أو حكام، فإن الناس يعتقدون فيها فيعبدونها من دون الله، كما حصل لقوم نوح، فهي من وسائل الشرك. وكذلك جميع الصور، سواء كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقطة بالآلة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا، فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم. وأيضا يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يكلفون أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين، لأن هذا لكن هذا أمر تعجيز وتعذيب، لأنه لا ينفخ الروح والحياة إلا الله جل وعلا. الحاصل أن الصور خطرها عظيم، ولا يجوز انتشارها في الناس إلا الصور الضرورية التي تؤخذ للضرورة، كصور البطاقة وجواز السفر، وهذه للضرورة، لأنك ما تصل إلى حاجتك إلا بها، فأنت تتخذها من باب الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. أما الصور التي تتخذ للذكريات أو تتخذ للزينة والتباهي بها، هذه حرام، لا يجوز بقاؤها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار، وكان فيه تصاوير، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المكان حتى أزيحت وأزيل الستر، فدخل صلى الله عليه وسلم. فلا يتساهل في هذه الصور، بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى ويقول هذه من المناظر الجميلة، هذا لا يجوز، حرام. هذه تماثيل، أشد الصور التماثيل. أو يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة أو من باب الذكريات، كل هذا لا يتساهل فيه، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. وكذلك صور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد، هذه خطرها عظيم، فيها فتنة، لأنها توقع في الفاحشة وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة، إذا نظر إلى الصور تجرأ وصار ينظر إلى النساء وتجره إلى الفتنة. الصور بجميع أنواعها للرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الحيوانات أو الطيور، كل ما فيه روح، كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت مرسومة باليد أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا مما حرمه الله وداخل فيه. وكذلك الصلبان، الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقونها، لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها، لأنها من الأصنام، داخل من الأصنام، لأنها تعبد، يزعمون أنها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب، وكذبوا في ذلك، فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن هم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه، فأخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يدعى اتباع المسيح اسمه بولس، فأدخل على النصارى وثنيات منها عبادة الصليب، هذه مما أدخله بولس الخبيث سمى شاول، أدخلها على النصارى فغير دينهم بذلك، وهو بذرة يهودية، غيروا دين المسيح بهذه الطريقة. فالصلبان تدخل في الأصنام أيضا، لأنها صنم في الحقيقة، فلا يجوز اقتناء الصلبان أو تعليق الصلبان على الجدران أو على الأبواب أو رسمها أو على شكل نقوش، كل هذا لا يجوز، لأنها شعار نصراني، ولأنها صورة، لأنها صورة إنسان مصلوب على خشبة، فلا تجوز. فهذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سئل عن لما حرم الميتة، والميتة فيها شحم، فيها شحم، وكانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر، يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها، يعني يجعلونها سرج مصابيح
يستضيئون بها، لأن ما في كهرب في ذاك الوقت، كانوا يستصبحون بالودك، يذيبونه ويجعلونه في أوعية ويجعلون الفتايل متدلية فيه ويستصبحون كما يستصبحون بالزيت، زيت الزيتون، يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل ويوقدونه ويسرج في المكان. فكانوا يستصبحون بشحوم الميتة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من أجل ذلك، من أجل أن تدهن بها السفن، ومن أجل أن يستصبح بها الناس يستضيئون بها في الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذا نفي، أي لا يجوز بيعها. ثم أكد ذلك فقال هو حرام، هو أي بيعها حرام، فلا يجوز بيع النجاسات، لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة، إن الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على أجزائها. ثم ذكر أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، ومن ذلك أن الله حرم عليهم الشحوم، ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، باب العقوبة، حرمت عليهم الشحوم، حتى شحوم المذكات، شحم السنام، سنام البعير حرام على اليهود، وإنما يباح لهم ويباح لهم، حرمت عليهم الشحوم إلا 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 الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني شحم البطن أو ما أو المخ الذي في العظم، هذا أباحه الله لهم، أما ما عدا من الشحوم فإنه حرام. احتالوا على ذلك وما أكلوا الشحوم، لكن أذابوها بالنار ثم باعوها وقالوا ما بعنا الشحوم، حنا بعنا دهن، ما حنا بعنا دهن، ما بعنا شحم. هذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، وهي طريقة اليهود، هم أصحاب الحيل المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما أن الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام، فكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين، حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها، لكن ينتفع بها فيما ذكر، دهن السفن والاستصباح بها في الليل، ولكن لا تباع من أجل ذلك، لا تباع من أجل ذلك، يباح الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه أنه يجب على العالم أن يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنعوا منه، وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، تحريم هذه المواد. فأبى على هذا لا يجوز بيع أجزاء الميتة، لا يجوز بيع أجزائها ولا بيعها جميعا، لأن ثمنها حرام. ما يقول الإنسان أنا ما أكلت الميتة لكن أنا بعتها وثمنها، ما يقال له ميتة، نقول هو ثمن شيء حرام فهو حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. هذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه، لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه، هذه قاعدة شرعية. وفيه تحريم الحيل المفضية إلى الحرام وسد الذرائع، هذه من سد الذرائع، من أدلة سد الذرائع، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام. نعم. أحسن الله. باب السلم. السلم هو نوع من البيع، هو نوع من البيع، إلا أنه يكون المثمن
وهو السلعة مؤجلة ويكون الثمن حالا. العادة أن البيع تكون السلعة موجودة وتباع إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. هذا البيع السلم نوع من البيع لكنه نوع خاص، تكون فيه السلعة مؤجلة والثمن حالا مقبوضا في مجلس العقد، ولذلك سمي بالسلم والسلف لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن، يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله، وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا. فلو أن أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب الثمار يستعاملون بالسلم لكان ذلك مندوحة لهم عن الربا والاقتراض بالربا. فلو أن أصحاب المصانع يبيعون إنتاجاً مؤجلاً بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الإنتاج الذي ينتجه المصنع أو المزرعة أو الشجر، هذا هو الحل الشرعي. أما أنهم يقترضون بالربا ليمولوا المصانع أو المزارع هذا حرام وربا، وما نتج عنه فهو حرام. فالسلم فيه غنية، لو أن المسلمين يتعاملون به فيه غنية عن الربا ومندوحة عن الربا. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، وكان أهلها معلوم أنهم أهل زراعة وأهل نخيل، وكانوا يحتاجون إلى النقود، يحتاجون إلى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم، فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة، يأخذون نقودا حاضرة بسلع مؤجلة، بسلع مؤجلة، تأخذ 100 ريال بمثلاً 100 كيلو من التمر أو من البر مؤجلة، أو تأخذ 50,000 ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل، صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، تحضرها وقت حلول الأجل لأجل أن ترتفق بالثمن وتمول حاجك، فإذا حل الأجل تحضر السلعة التي بعتها وقبضت ثمنها. هذا هو السلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المعاملة، لكنه عدل فيها فقال: من أسلف في شيء، أو من أسلم في شيء، وقوله في شيء يعم جميع الأشياء المنضبطة، سواء كان من الحبوب أو من الثمار أو من الأواني أو من المصنوعات أو من الملابس أو من القماش، كل شيء ينضبط بالوصف فإنه يجوز الإسلام فيه. من أسلم في شيء، هذا كلمة عامة ليست خاصة بالحبوب والثمار. فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا شرط، يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار. إن كان موزوناً فبوزن معلوم، وإن كان مكيلاً فبكيل معلوم. ما يعطيه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت حلول الأجل، تحضر لي طعام أو تحضر لي تمر كذا مطلق، لازم يقول 100 كيلو من الحبوب أو من الثمار، أو عدد كذا وكذا، 100 سيارة 200 سيارة حضرها وقت، لازم يبين المقدار المسلم فيه، ولا يجعل مطلقا، لأن هذا مدعاة للاختلاف
عند حلول الأجل، فإذا حدد بالمقدار انتهى النزاع. هذا واحد. الشيء الثاني أن يكون الأجل معلوماً، ما يقول إلى ما الحصاد إلى ما الجداد، لأن هذا يختلف الحصاد والجداد، فلا بد أنه يحدد الأجل إلى سنة 12 شهر إلى سنتين إلى 3 سنين، يحدد المدة ولا يجعلها مطلقة قطعا للنزاع وإزالة للجهالة. فيشترط في السلم أن يكون الأجل معلوما وأن يكون المسلم فيه معلوما، معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة، لا يختلف لا يختلف بل هو منضبط. فإذا توافرت هذه الشروط أن يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة، وإذا كان الأجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما، فإن السلم صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة. فالحديث فيه فوائد. أولا فيه جواز بيع السلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا في القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في دين السلم، الآية في السلم، فالآية تدل على جواز السلم إما بالنص وإما بالعموم، لأن السلم دين أيضا. ففيه جواز بيع السلم. ثالثا فيه أنه لا بد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلوما محددا، وأن يكون المقدار المسلم فيه معلوما. نعم. وهذا فيه سعة للمسلمين، لو تعاملوا به ما احتاجوا إلى الربا، ما احتاجوا إلى الربا ولا إلى التورق اللي فيه خلاف. السلام ما فيه خلاف، تعاقد أنت وياه ويعطيك نقود حاضرة على أنك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف. نعم. أحسن الله إليك. باب الشروط في البيع. نعم. الشروط جمع شرط، جمع شرط، والمراد به أن يشترط البايع أو يشترط المشتري، يشترط أحدهما على الآخر نفعاً في المبيع، نفعاً في المبيع، هذا هو الشرط في البيع. شروط البيع هذه سبقت، هذه شروط الصحة، لكن هذه الشروط في البيع، الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، ما هي شروط العقد، هذه شروط زائدة على شروط العقد، أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة، مثل الأجل، يشترط الأجل، أن يشترط عليه أنه يسلمه المبيع في محل كذا، يورده له في مكان كذا، يشترط أنه يحمل المبيع ويصله إلى دار، هكذا المشتري يشترط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذا أو من النقود الفلانية أو من العملة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيجوز البيع والشرط، يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح. بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشرط، لأن في حديث نهى عن بيع وشرط، لكن هذا بيع وشرط إذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط عليه أنه يبيعها عليه، وهي مسألة العينة، مسألة العينة، هذه البيع والشرط. أما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، الذي سنقرأه الآن يدل على جواز البيع والشرط. نعم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت:
إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها. وبريرة كانت أمة مملوكة، كانت أمة مملوكة، فكاتبها أهلها، والكتابة معناها أن يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على أقساط، على أقساط مؤجلة، فإذا أداها عتق لأنه شرى نفسه من سيده. هذه الكتابة. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دل القرآن والسنة على جواز الكتابة، وهي بيع العبد نفسه بثمن مؤجل على أقساط يؤديها، فإذا أداها وانتهت فإنه يعتق، فإنه يعتق بذلك ويصير حرا. والولاء وهو الإرث لمن كاتبه، لمن أعتقه، سواء أعتقه بدون شيء أو أعتقه بعوض. الولاء لمن أعتق، وهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث، ولا يورث، وهو من أسباب، وإنما يورث به، هو لا يورث لكن يورث به، فهو من أسباب الإرث كما سبق لكم. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الولاء من جملة أسباب الإرث، وهو أن ميراث العتيق إذا لم يكن له أقارب يرثونه يعود إلى سيده، لأن الله شكر له أن أعتق هذا الإنسان فجعل له الولاء. ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الله جعل له الولاء على عتيقه، سواء اعتقه بكفارة في كفارة، أو اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا إلى الله، أو اعتقه بكتابة. كل أنواع العتق يثبت بها الولاء، وهو الميراث بين المعتق والعتيق. هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره. أسياد بريرة أرادوا أن يغيروا هذا الحكم الشرعي، فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا، هم باعوه على عائشة، وعائشة هي المعتقة، فكان الولاء لمن؟ لعائشة، لأنها هي المعتقة، لما اشترتها واعتقتها صارت هي لها الولاء. هم يريدون أن يغيروا هذا الحكم فيجعلوا الولاء لغير المعتق، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد الإنكار، وقال ما بال أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله يعني في حكم الله، سواء بالقرآن أو بالسنة. السنة من كتاب الله عز وجل، السنة من كتاب الله لأنها وحي من الله عز وجل. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. فهذا فيه أن الأحكام الشرعية لا يجوز أن تغير وأن تبدل أو تعدل
ومنها الولاء، فإن الولاء للمعتق سواء مباشرة أو بسبب، الولاء له، فمن أراد أن ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق. ففيه هذا إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا التصرف من هؤلاء أسياد بريرة، أنكر عليهم أنهم يغيرون حكما من أحكام الله عز وجل. والحديث فيه جواز بيع المكاتب، إذا كاتبت عبدك وأردت أن تبيعه هلك ذلك، لأنه قن ما بقي عليه درهم، سواء أراد الذي اشتراه أن يعتقها أو أراد أن يتملكها ما في مانع. لكن عائشة اشترتها لتعتقها، لتتقرب إلى الله بعتقها، ففيه جواز بيع المكاتب لأنه قن ما بقي عليه درهم كما في الحديث. وفيه أن الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق، وأن الشرط هذا باطل. وفيه جواز الشروط في البيع، هذا هو محل الشاهد، جواز الشروط في البيع، الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جواز الشروط في البيع، وهذا هو الصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله، وأن الشرط هذا باطل. وفيه جواز الشروط في البيع، هذا هو محل الشاهد، جواز الشروط في البيع، الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا حصر للشروط الصحيحة، سواء شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر، لا حصر لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في جواز الشروط في البيع، وهذا هو الصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي آخره الرسول أتى بكلمات سجد، عهد الله أوثق، حق قضاء الله أحق، وعهد الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه كلمات سجع، والسجع إذا كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه، إنما الممنوع السجع الذي يرد به الحق، الذي يرد به الحق، وهو سجع الكهان، لأن الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة ويغيروا أحكام الله عز وجل. فالسجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به، لأنه أخف على السمع، أخف على السمع وألذ في الكلام، فلا مانع منه. السجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا. نعم، صلى الله عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا. ثم قال: بعني، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك؟ أتراني أحسن الله إليك. فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم، هذا الحديث فيه أن جابرا رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب، يحمل الضعيف والمنقطع، فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لئلا يتخلف أحد أو ينقطع أحد. وهكذا قائد الجيش يجب عليه أن يكون يتفقد الجيش، ما يروح يخليهم أو يغفل عنهم. هذا رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد جيشه في المسير، فصادف أنه رأى جابراً على بعير قد أعيا، يعني تعب البعير، عجز عن السير، فأراد جابر أن يتركه،
أن يهمله ويتركه لأنه أصبح لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر رضي الله عنه وضرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثله. وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ضرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فأصبح يسير من أحسن الإبل. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال له بعني، هذا فيه أن لولي الأمر أنه يشتري من أحد الرعية إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه محاباة. قال بعني، فجابر امتنع بالأول لأنه الرسول ما أمره أمر يعني أمر تشريع، وإنما أمره أمر غير تشريع، طلب البيع والشراء. أما لو أمره أمر تشريع لا يكون، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فكون جابر امتنع هذا دليل على أن هذا الأمر ما هو بأمر تشريع، وإنما هو أمر عادي وعرض. الرسول عرض عليه عرضا أن يبيعه عليه، في الأول أبى فقال بعنيه بأوقية يعني من الذهب، والأوقية 12 درهم، فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأوقية. لكن جابر اشترط أن يحمل عليه إلى المدينة، هذا محل الشاهد من الحديث، ففيه جواز البيع والشرط، وأن للبائع أن يشترط أن يسكن الدار مثلا شهرا أو سنة، وأن يحمل على السيارة إلى محل كذا يبيعها، ويشترط أنه يحمل عليها إلى محل كذا وكذا. فيجوز للبائع أنه يشترط على المشتري نفعا في المبيع، نفعا في المبيع، سكن دار، ركوب دابة، ركوب سيارة، حمل عليها، لا بأس بذلك. هذا محل الشاهد من الحديث، ففيه دليل على جواز البيع والشرط، لأن جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل على هذا البعير إلى المدينة، فالرسول أعطاه ذلك. فلما قدموا إلى المدينة جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعير، ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. وفيه قوله يعني سيأتي هذا، نقده الثمن. فلما ولا جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو المعتاد في البيع والشراء أن السلعة تكون بيد البائع والثمن بيد المشتري، وانتهت المسألة. استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له أتراني، يعني تظنني، تراني بالضم تظنني، أما تراني بالفتح فهو من النظر، من الرؤية، من الرؤية. تراني ما كستك يعني ساومتك، المماكسة هي المساومة، ففي هذا دليل على المساومة في البيع، أن تساوم في البيع، تقول زود لي، خفض لي، ما أخذه إلا بكذا، هذا جائز، المساومة جائزة. والرسول ساوم جابرا رضي الله عنه، فهذا جائز، المساومة في البيع جائزة. أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك وثمنه فهو لك. هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن، من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن جابرا شرط حملانه إلى المدينة، فيه جواز الشرط في البيع. ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا، أولا فيه أن قائد الجيش يتفقد الجيش، ثانيا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا فيه فضيلة لجابر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، ففيه فضيلة لجابر رضي الله عنه، رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط وأن هذا صحيح، خامسا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أما لا يبيع حاضر اللباد
ولا يبيع على بيع أخيه، والنجس هذه سبقت، سبق الكلام عليه. وفي آخره لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لك أنك تتقدم وتخطبها، لأنه سبقت وهو أحق، وهو أحق بذلك. فإن ردوه فاخطب، أو هو أذن لك قال اخطب ما في مانع، وإلا هذا تعدي على حق أخيه. فإذا سمعت أن رجلا خطب امرأة فانتظر حتى ترى النتيجة، فإذا أجيب فلا لك دخل، إذا لم يجب فإن لك أن تخطبها. فهذا فيه احترام حقوق المسلمين، عدم الاعتداء عليهم. ومن حقوق المسلمين أيضا أن الجارة الضرة لا تسأل زوجها أن يطلق ضرتها، هذا ضرر على الضرة، ولتكفئ ما في صحفتها، يعني لتزيل عنها النعمة التي هي فيها. فكفئ الصحفة كناية عن إزالة النعمة. امرأة مع رجل ينفق عليها ثم تأتي ضرتها وتقول طلقها، هذا لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حق المسلمة، اعتداء على حق المسلمة، فلا يجوز مثل هذا، لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والليلة القادمة ما في درس، ليلة الأربعاء ما في درس، إن شاء الله يوم السبت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل باع كلب ولم يعلم بالحكم، فماذا يفعل بالثمن؟ تصدق به. إذا باع الكلب وهو لا يعلم بالحكم أنه لا يجوز، تصدق بثمنه. نعم. وإن تمكن من رد الثمن على صاحبه وأخذ الكلب، يعني نقض البيع، إن تمكن من هذا ينقض البيع، إذا لم يتمكن إنه يتصدق بالثمن. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم بيع سلعة حالة بثمن مؤجل، حيث أنني أشتري من البقالة وأقول له أعطيك الثمن في آخر الشهر؟ ما يخالف، إذا باع عليك وأنظرت بالثمن إلى آخر الشهر، إلى أنك تحصل الثمن تجيبه له، ما في معنى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع جائز؟ نعم، الرسول لم ينكر عليهم أنهم يستصبحون بها وأنهم يدهنون بها السفن، وإنما أنكر عليهم البيع، هذا قول. قول الثاني أن كلمة لا هو حرام يرجع إلى جميع الثلاثة، إلى الاستصباح وإلى الادهان وإلى البيع، هذا رأي بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه راجع إلى الأخير، إلى البيع، أنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لنا استعمال ما في الميتة من صوف أو شعر أو ريش أو وبر؟ نعم، الشيء الذي في حكم المنفصل كالأظافر والقرون والشعر والريش من الطائر لا بأس به، لأن هذا في حكم المنفصل، هذا لا تحله الحياة، يقولون لا تحله الحياة ولا يوصف بأنه ميت، فيجوز الانتفاع به. والجلد أيضا إذا كان من حيوان مأكول ميتة، مثل الإبل، البقر، الغنم ماتت، يجوز أخذ جلودها ودبغها والانتفاع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة لميمونة يجرونها ميتة، قال: هل أخذتم إهابها انتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني الدباغة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء؟ هذا من باب التهديد، يقول: لو شرطتي لهم ما هم صاير لهم، أو من باب التهديد لهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات ووضعها في المنازل كزينة؟ يقول: ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات
هذه ميتة، المحنطات هذه ميتات لا يجوز استعمالها ولمسها لأنها نجسة وميتات، فلا يجوز، هذا عمل لا يجوز، تحنيط الحيوان والطيور وجعلها في البيوت مناظر وزينة هذا لا يجوز لأنها ميتات. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الصورة المنقوشة في المناشف وهل هي ممتهنة؟ نعم، الذي في المناشف والفرش التي يجلس عليها أو يتنشف بها هذه لا حكم لها، ممتهنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم التصوير بكاميرا الجوال وهي لا تخرج من الجوال؟ التصوير كله حرام، الجوال وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وتوعد المصورين ولم يستثني، فجميع التصوير حرام بجميع أنواعه ووسائله وأشكاله كله حرام إلا ما كان للضرورة، فقد أفتى العلماء بجوازه للضرورة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يتناقل بعض الشباب صورة قديمة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهل من توجيه؟ ننصيهم بأن يمزقوها، يمزقوا هذه الصورة، ولا يجوز، ولا يجوز صورة الشيخ بن سعدي ولا غيره، ولا الشيخ محمد بن إبراهيم ولا بن باز ولا غيره، ادعوا لهم واستغفروا لهم، وأما حمل صورهم هذا حرام، وهذا لا ينفعهم شيئا، هذا لا ينفع الأموات ولا ينفع الأحياء، وهو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. مزقوا هذه الصور، صور العلماء بالذات فيها خطورة لأنه قد يتعلق بها الناس ويتبركون بها، ولا تستبعدوا هذا، فإن الجهال كل شيء يفعلون. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل في بيع الأصنام بيع الصور المجسمة على هيئة حيوانات؟ ما في شك، هذا من أشد الصور، التماثيل من أشد الصور، للحيوانات أو للطيور أو للآدميين أو للحشرات، كل ما فيه روح لا يجوز تصويره ولا اقتناء صوره. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ذبيحة الرافضي، هل يجوز أكلها؟ خذوا قاعدة: الذي يدعو غير الله أو يشرك بالله لا تحل ذبيحته، الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أو يقول إن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن الأئمة أئمتهم أفضل من الرسل، هذا كفر صريح، لا تحل ذبائحه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر، هل يجوز أكل ميتتها؟ حسب الغالب، إذا كان الغالب أنها تعيش في البر فيغلب عليها جانب التحريم، وإن كان الغالب أنها تعيش في البحر فيغلب عليها جانب البحر، واجتنابها من باب اتقاء الشبهات لا شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليك. يقول: توجد سيارة أقفلت الطريق، نوعها فورد. نعم. يقول: توجد سيارة أقفلت الطريق، نوعها فورد كراون فيكتوريا، لونها أبيض، رقم اللوحة طادال 1789. الذي له هذه السيارة اللي سمعت وصفها يقوم يوخرها عن الطريق، جزاكم الله خير، لا يجوز أن الإنسان يوقف سيارته في الطرقات أو أمام أبواب الناس يؤذي الناس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم المطبوخ بخمر بحجة أنه بعدما طبخ الخمر فإن مادة الإسكار تتبخر؟ وش اللي ممكن الخمر حتى أنه يطبخ؟ الخمر يجب أنه يتلف ولا يبقى لحظة من اللحظات، وإذا طبخ في الخمر فهو مطبوخ بنجس، مطبوخ بحرام، ما يجوز أكله ولا استعماله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: استعمال الميتة كسماد لبعض المزروعات مثل النخيل، هذا يرجع إلى الاختلاف في النجاسة، إذا استحالت هل يوكل ما نتج عنها من النبات ومن الثمار، كالعذرة إذا سمد بها الزرع أو الأشجار، في خلاف بين العلماء، والراجح أنه يتجنب هذه الأشياء لأنها مغذات بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، البقرة أو الشاة التي تأكل العذرة نهى
الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. فالراجح أنه لا يجوز هذا، لا يجوز استعمال النجاسات في التسميد، لا الدم ولا عظام الميتة ولا رجيع الآدميين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أهل الكتاب في زماننا كفار ومشركون، فهل يجوز أكل ذبائحهم؟ نرجو التوضيح. الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب مع أنه يعلم أنهم فيهم كفار وفيهم مشركون، فأباح لنا ذبائحهم، والحكم عام إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يغير هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم جلود الميتة بعد دباغتها من الأسود أو النمور؟ الأشياء اللي ما تحل، ما يحل أكلها، لا يجوز جلودها، وخاصة جلود السباع لا تجوز، يعني فيها نهي خاص جلود السباع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الفرق بين السلم وبين أن يبيع الشخص ما لا يملك؟ هو باع شيء بالوصف، يجوز بيع الشيء بالوصف المنضبط، بالوصف المنضبط، زالت الجهالة، زالت الجهالة، وهو سيملكه في النهاية، فإذا لم يملكه ينفسخ البيع في ذاك الوقت ويرجع الدراهم على صاحبها، ما في خطر ولا في غرر. إن وجد السلعة في وقت الحلول أخذها، وإن شاء أن ينتظر إلى أن يحصل عليها المدين فله ذلك، وإن شاء يفسخ ويأخذ الدراهم التي سلمها فله ذلك. نعم. وهذا شيء أباحه الله ورسوله، لا نعترض عليه، حاجة الناس تستدعي هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشترط التقابض قبل التفرق في العرايا؟ وكون أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان هذا صحيح، لكن يستثنى منه السلم بدليل شرعي، والأدلة تخصص، هذا مخصص في السلم يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشترط التقابض قبل التفرق في العرايا؟ نعم، لابد أنه يسلم التمر ويستلم النخلة بالتخلية، استلام النخلة بالتخلية، استلام التمر بالكيل، الكيل له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا باع نخلا لم تؤبر وفيها طلع تفتح أكمامه، هل يكون للبائع؟ نعم، إذا ظهر يكون للبائع ولو لم يؤبر، لأنه إذا تفتح تهيأ للتأبير وبرز وظهر يكون للبائع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو اشترى من بائعين، والعلماء يقولون إن الرسول علق عليه الصلاة والسلام علق الحكم على التأبير من باب التغليب، من باب التغليب لا من باب اختصاص الحكم بالمعبر، وإنما إذا تفتح فإنه صار ظاهرا يرى فيكون للبائع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو اشترى من بائعين مختلفين أكثر من 5 أوسق، هل يصح البيع؟ نعم. يقول: لو اشترى من بائعين مختلفين أكثر من 5 أوسق، يعني في قصدك العارية؟ لا، ما تجوز إلا ب5 أوسق، سواء كانت من واحد أو من متعددين، 5 أوسق فقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا ولله الحمد أجيء إلى درس الاثنين مع أحد الإخوان، وكلانا يصوم الاثنين ويدركنا الأذان في الطريق، فهل يجوز الاتفاق على أن يحضر كل أسبوع واحد منا الفطور؟ على أن يحضر كل واحد منا الفطور؟ نعم، لا بأس بذلك، إنكم تشترطون إن كل واحد يحضر الفطور في أسبوع، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا في محذور إن شاء الله. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل يجوز أن تركب معي امرأة أجنبية عني في سيارة ليس معها أو معنا،
أحد غير ابن الله عمره 7 سنوات. لا ما يجوز، هذه خلوة، هذه خلوة. ويشترط في من يحضر معكما أن يكون بالغا من رجل أو امرأة، يشترط فيه البلوغ والعقل أيضا، ما يكون مجنون ولا معتوه. فالذي تزول به الخلوة هو البالغ العاقل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: معلوم أن الأسعار تختلف من وقت إلى آخر. معلوم أن الأسعار، نعم، تختلف من وقت إلى آخر، فهل العبرة في ثمن المسلم فيه وقت العقد أو وقت التسليم؟ وقت العقد، وقت العقد. ولو زاد ثمنه بعد ذلك فهذا من حظ المشتري، من حظ المسلم، أو نقص يكون هذا من حظ المسلم إليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يقول إن الإمام أحمد رحمه الله مجسم، وإن كتاب السنة لعبد الله بن الإمام كتاب تجسيم. هذا أثبتوا عليه محضر وهاتوا التقرير عنه وعطونا اسمه، هذا ما يقر أبد ولا يترك في الجامعة. نعم. لكن أثبتوا عليه محضر بتوقيع شهود أنه قال هذا الكلام، يتخذ معه الإجراء اللازم إن شاء الله. نعم. أحسن الله. يقول السائل: هل وقت النهي، هل وقت النهي بعد العصر؟ يعني تجيبون التقرير لدار الإفتاء، يدمونه لدار الإفتاء، إما عندي وإما عند غيري من المشايخ. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل وقت النهي بعد العصر يستمر إلى أذان المغرب فقط؟ هل إيه؟ يقول: هل وقت النهي، نعم، بعد العصر يستمر إلى أذان المغرب فقط أم إلى انقضاء الصلاة؟ وهل يجوز يستمر إلى الغروب حتى تغرب الشمس، من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حلت الصلاة سواء أذن أو لم يؤذن، تحل الصلاة بغروب الشمس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز التنفل بأكثر من ركعتين بعد أذان المغرب قبل الإقامة؟ لا بأس، لا بأس أنه إذا كان الوقت متسع لا بأس أنه يتنفل بأكثر من ركعتين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أسكن في سكن، واشترط علي الذي أجرني السكن ألا أسكن أحدا معي وألا أطبخ الطعام فيه، فهل هذا الشرط صحيح ويجب علي الوفاء به؟ نعم، الشرط صحيح، يعني له ملحظ أن الطبخ في هذه المكان يؤثر في الغرفة أو يؤثر في الشقة، وله ملحظ صحيح وشرطه صحيح. كذلك إذا جاء عندك زيادة ناس ربما أنه يحصل منهم ضرر على المسكن أو. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم أكل طعام تارك الصلاة وهي ذبيحته لكن الذي ذبحها الجزار المسلم؟ إذا كان ذبحها مسلم الذبيحة حلال، وطعامه الذي يقدمه حلال إذا لم يكن من كسب محرم، إذا كان الطعام ليس من كسب محرم والذبيحة ذبحها مسلم فلا بأس بأكل ذلك، مع الإنكار عليه ونصيحته عن تهاون بالصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم جعل نغمة الجوال على صوت المؤذن؟ المهم أنه يخليه ينبه بشيء ليس فيه موسيقى وليس فيه شيء يزعج الناس ويزعج الحاضرين، يكون مجرد تنبيه بأي وسيلة كان بغير الموسيقى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز في السلم أن يكون الثمن على دفعات بحيث يتم إكماله؟ لا، لازم يسلم كله في المجلس، إذا تفرقوا صح فيما سلم ثمنه، وما لم يسلم لا يصح. نعم. لئلا يكون بيع دين بدين، لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم وجود صور لذات الأرواح
على الفرش والأشياء المبتذلة داخل المسجد. ما يمكن توجد الصور داخل المسجد، فرش المسجد ما يصير فيها صور، ما يجوز. لكن في المنازل لا بأس، إذا كانت تداس ويوطى عليها يجلس عليها ما في معنى، أما المساجد لا، ما تدخل فيها الصور. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: في حديث جابر لم يحصل هناك قبض في مجلس العقد لا الثمن ولا المثمن، هل يصح ذلك؟ حصل قبض، حصل قبض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل واشتراه، ولكنه تركه في يد البائع بموجب الشرط الذي شرطه عليه البائع، فلا مانع من ذلك. وهذا معين، بيع المعين لا يشترط فيه القبض، الجمل معين، إنما هذا في بيع غير المعين واللي يشترط فيه القبض. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: هل يصح أن نقول كل شيء حرام فثمنه حرام والعكس صحيح غير صحيح؟ إيش؟ كل شيء حرام ثمنه حرام صحيح، إن الله إذا حرم شيئا هذا عام، حرم ثمن، وكل شيء حرام فثمنه حرام، أما العكس ما ليش يكسب العكس. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: بعض الناس يصنع من عظم الحيوانات كالأفيال وغيرها مناظر، فهل يجوز شراؤها وبيعها؟ ما في بس العظام اللي فيها مثل ناب الفيل، هذا يتخذون منه العاج، شيء مثمن يجعلونه في تحف، ما في معنى هذا. نعم. وهذا في حكم المنفصل، يجوز أخذه حتى من الميت، لأنه في حكم المنفصل، السن في حكم المنفصل. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: كما يجوز أخذ شعرها وبرها، يجوز أخذ أسنانها. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: هل يكفي مسح الوجه في الصورة أو العينين فقط؟ طمس الوجه بحيث ما يعرف أنه وجه إنسان يكفي، لا تدع صورة إلا طمستها بحيث لا يعرف أنه وجه إنسان. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقرأ الجزء الواحد من القرآن خلال 5 دقائق أو 6 دقائق فقط؟ هذا حسب الميران، بعض الناس يصير عنده ميران على القراءة بحيث أنه يقرأ شيئا كثيرا في وقت يسير لأنه تعود على هذا، بحيث بشرط أنه لا يخل بالحروف، لا يسقط شيئا من الحروف، إذا كان ما يسقط شيء من الحروف فلا بأس بذلك. نعم. أنت تحصل الله لك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.